كيفكم يا حلوين؟ إن شاء الله تكونوا بأتم الصحة والعافية. اليوم بسوي معاكم طبق الكل يحبه، ما أتوقع في أحد يروح البقالة أو السوبر ماركت ما يشتري، وهو الشيبس. طبعا الطريقة سهلة جدا جدا في البيت، وما تستغرق من عندك يعني مع مصروفات كثيرة أو مبالغ كثيرة. فخلونا نبتدي ونشوف الطريقة. أنا أخذت بطاطس بهذا الحجم، لابد أنه يكون البطاطس شوي خشن، مش طري كثير، اوكي، يغسل وبعدها نجيكم. بعد ما قطعناه الان نستخدم هذه المبشره، من هذه الجهه، تمام، او من هذه الجهه، اي واحده تبون، يعطيكم حجم رقيق للبطاطس، أو إذا تبين بحفارة الكوسة، تبشرينها، تشوفين أسهل لك. أنا صراحة بالنسبة لي أسهل لي المبشرة هذه، فخلونا نشوف الطريقة. في البداية نبشرها بهذه الطريقة كذا، ونبدأ نبشرها. شوفوا كيف رقيقة، رقيقة جدا. نبدأ طريقة جدا سهلة. شوفوا ايش صار معانا. شوفوا ايش صار معانا، كيف انها هشة ومرة لينا. ناخذ الان البطاطس من جهة الحفارة، شوفوا كيف، مرة لينة. وهذه البطاطس الرقيقة الحين ننقعها بموية مثلجة، حاطين معاها موية وثلج، وننقع البطاطس فيها. ونحط كمان، شوفوا كيف، ونحط كمان 3 ملاعق خل، وهذا الخل نحطه فوقه، 3 ملاعق فقط. وننتظر نخليه ينقع معاه مدة نص ساعة. بعد ما نقعناه نغسله بالمويه عشان تروح نكهة الخل، واذا بغيتوا تملحونه بعدين. الحين فقط نحاول ننشف البطاطس من اي بقعة من الماء، فناخذه نحطه على قطعة قماش ونبدأ بالتجفيف.
نحاول انه تكون مرة مجففة عشان تطلع مقرمشة بعدين، ولا تطلع فيها يعني شوية موية لانها بتطلع بعدين طرية، فنجففها مرة من الموية. وهذه بعد ما جففناها من الموية، الحين نجيب طنجرة او مقلة ونحط فيه زيت عميق حتى نقلي البطاطس. وهذا بعد ما حطينا الزيت في تبين تحطينه في مقلاة او تبين تحطينه في طنجرة، انا جبت طنجرة صغيرة صغيرة الحجم حتى يكون الزيت كميته قليلة وبنفس الوقت يكون عميق حتى ما نخسر كمية كبيرة من الزيت. ولما بدأ يحمى الزيت نحط عليه البطاطس وهو حامي، ونقلبه حتى ياخذ الزيت من جميع الجهات. شوفوا كيف الطنجرة صغيرة، شوفوها كيف، حتى ما أخسر كمية كبيرة من الزيت. تطلعينه من المقلة ولا تحطينه بالمنشفة أو منشفة المطبخ، ليه؟ لأنه بيمتص الزيت بعدين بتلين البطاطس. شوفوا كيف تقدرون تسمونها بطاطس ليز او بطاطس باي ماركة بالملح. شوفوا كيف حار شوي، وهذه البطاطس المقرمشة. يابسة ومقرمشة، حطيت عليها ملح. تبون تحطونها مع كريمة الثوم او تبون تحطونها مع شطة على حسب الذوق، في بعضهم يحطونها مع رابة او زبادي او جبنة اللي تبونه او شطة اللي تبونه، لكن هذه طريقة البطاطس المقرمشة. تقدرون تستخدموها وقت تشوفون فيلم سينمائي مثلا في البيت، او مثلا مع صاحباتكم البنوتات اذا جات لها صديقاتها، او ممكن مثلا تروحون رحلات للحديقة او شيء، ممكن تاخذونها معاكم تسوون كمية وتاخذونها معاكم، وعليكم بألف عافية.